ابو عاطف جزاه الله خير جاب لنا لبنه خلفات ونشكر الله يهديك. اي هذه الفاكهه المخرج قال طلعها الكاميرا حلو هذا دير الفاكهه ما شاء الله تبارك الله. ابو عاطف اذا شافت الكاميرا ابو عاطف اذا شافت الناقه عطفت خلاص الله يرحمه. طيب وهذا وهذا شوف هذا اخونا ابو عاطف الله يكرمك كب عليك ترى ابو عاطف الله يجزاه عنا خير حلب لنا الخلفه وجاب لنا الحليب قلت حط عليه كشب بس امزح معك ابو عاطف صح؟ ما في مشكله لا لا كاكاو احسن ونشهد الله على حب اهل السودان اي والله ناس طيبين رحت لهم والله يا اخوان رحت للسودان وهذا محمود جاب قهوه جزاهم الله على الاسلام انقعدت انقعدت هيا بي الحلقه وانت كل شوي هذا جايب قهوه هذا جايب حطب وهذا جايب يعني وقف التحيات كل الدعاء بيجيك بيجيك تحيات لله بيض الله وجهك يا محمود. رابع انا حقيقه نبي نبدا يعني هذه الجلسه غير جلسه يسمونها مجلسكم ذاك زد خيرك لا المجلس اللي هناك بيت الحكمه بيت الحكمه بسم الله الشباب عدوا عدوا يا شباب هذه جلسه السنيدي بسم الله يا شيخ لا لا خذ القهوه تكفى يا عبد الله عبد الله عبد الله بس واحد ابو عاطف حبيبي قدام الكاميرات المخرج يقول ما ادري وين اودي الكاميرا يسعدك يا حبيبي اللي يبغى واحد اي والله واحد يقهوه والباقي يقعد عبد الله اقعد يا عبد الله سيت داون بليز سيت داون يحفظك من كل شر خلاص انت يا ابو عبد العزيز عبد العزيز تراهم بتردموا انهم قال لك تعيش معي اي والله خلنا راحت خلاص انحطب يا شيخ بيض الله وجهك ابو مبارك والله انك ذكرتني بترك بن حميد الله يرحمه قول امين الله يغفر له ويسكن الجنه وموت المسلمين يا عبيد جرف يا محلى يا عبيد في وقت الاسفار جرف شب ضوء نار شب ضوء نار المناره وشب نار المناره والله ما ادري عاد لا تغطونا معاه بس خلاص قعدنا ها بسم الله هذه بس خير منها بعد وش في وقت الاسفار خير منها وش طيب خلنا الحين ما نخبط اسمعنا بس اشوف كنت تلاحظ هذا غطى على الكاميرا هذه فان الكاميرا هذه تجيبك اذا غطى على هذه فان الكاميرا تجيبك كاميرا في المسجد اذا غطى على كل الكاميرات ففي كاميرا فوق تجيبك عند المؤذن كريس فاذا غطت كل الكاميرات في كاميرا في القمر تجيبك يا سلام متوتر الشيخ انت تحسب لي يعني يعني شيء طارئ يعني؟ ها؟ انت تتوقع ان هذا شيء طارئ يعني؟ لا 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 كذا هادي جدا ترى انا طبيعي جدا انا تذكرت البيت يا محلى يا عبيد في وقت الاسفار معي عبد الله؟ يا محلى يا عبيد في وقت الاسفار جر الفراش وشب ضوء نار المنار الظاهر انت يا راجل سعود ابو خضيري يا اخوي هذه خير الله يجزاك خير خلينا نكمل الله يجزاك خير كمل طيب نبدا يا اخوان توكلنا على الله نبدا يلا بعد بديت زد رصيدك 6 حلقات كلك التحايا وما بعد بديت يلا بعد المغرب الحين ما بديت اذا بدينا لا احد يقول خلاص باذن الله خلاص ما ابي قهوه ولا شاي الله يجزاك باقي الحليب سوى خلاص لا لا الحليب طيب خلاص بسم الله اشرب حليب اشرب حليب اصبر المخرج قفل كنترول مشى شيخ اذا تبي اذا تبي نصيحتي شيل الاربيس وجهه لا لا هذا اتصال مباشر مع الاقمار عشان تاخذ راحتك مع الاقمار الصناعيه المخرج تاكل فوق المهم هذا الجو يا شيخ عطني اياه عشان اريح لا لا خلاص طيب شوف يا اخوان خلينا نبدا نحمد الله على الجلسه الاولى قول الحمد لله الحمد لله جلسنا جلسه حلوه سمعنا كلام خادم الحرمين ملكنا الله يمتعه بصحه وعافيه ابو عبد الله طعم ما كان فيه والشيخ خالد ما كان فيه كانت كلمة خادم الحرمين ألقاها بمجلس الله يوفقه سعود بن فهد بن الملك فهد كان داعي على وليمة عشاء ومجلس دعوة وهو فرح الملك أنه هذا مجلس دعوة وذكر في كلمته كلمة طيبة الحقيقة فرحنا فيها علق عليه الشيخ خالد وعلق عليه الشيخ راشد وحنا فرحنا فيها لأنه نعمة كان القائد وشيخ عادل البلاد إيه ها والشيخ عادل البحرين والشيخ عادل البحرين جزاه خير عادل معاودة تعرفه أي أيوة والله تكلم اتصال هاتفي طلعت إشاعة أنه مات ترى بس مات؟ تو تكلم طلعت إشاعة قوية كويس انه طلع يعني انا عادل معاودة قبل يومين مات طلع في النت كتابات عادل معاودة الحمد لله تميت قال لا الحمد لله ذي كويس انت معي كويس عاد انه اتصل يعني حتى تعرف انت النت انتشر انه مات يعني الحين يطلع في القناة يتصل ويتكلم في قبره بيتكلم الحمد لله الحمد لله نبدا شيخ فنبدا الحين بدينا فالحمد لله يعني نسال الله ان يديم علينا النعمه قول اخي نعمه الامن ونعمه الاستقرار ونعمه الدوله التي تعينك على التوحيد تصور معي ابو عبد الله المشهد داخل المسجد النبوي انت زين وتشوف قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقدام وش يوقف؟ عسكر عسكر ليش العسكر عبد الله؟ يمنعون الناس من التبرك بالقبر الشرك بالله صح ولا يا شيخ؟ يمنعون اي احد يقول لك يا اخي ما يجوز يا اخي اتق الله صح ولا صح؟ سلموش وكم من بعض البلاد من يحمي هذه القضيه؟ بدعه صح؟ تلقى هناك قبر في المكان الفلاني والمكان الفلاني وتجي انت كداعيه كانسان عندك علم كانسان تعرف ان هذا لا يجوز وتريد ان تنصح يقول لك انتبه سم لا صح ولا هون
لا والله ودي اصرخ بس انا بس انا ما نبيك تصرخ بس لا خلاص بس ودي لا ما ما ودي على حق صرخ اصرخ لا ما هو بس ودي على للمندي خلاص ابشر ابشر ودي المصلخ ودي المندي انتم معي حطوا هل ركزوا معي انشروها بلادنا حكومتنا تحط لك عسكر على مقام ابراهيم صح ولا لا؟ الحمد لله. اذا جاء واحد مسح مقام ابراهيم وش يسوي؟ صح ولا مسح؟ لان المشكله انا شفت ناس والله خموت يمسح تلحس اي والله تلحس القزاز حق مقام ابراهيم يا ولد يا عمي اي والله يا عمي قال بركه تبارك هذا القزاز في كل مكان تلقاه صح ولا مو صح؟ تلقى العسكر ما غير يردون الناس تاتي لبعض البلاد اذا جاك القبر فلان القبر راني انا رايت بعيني حسب مقعود راه بعينه وراشد راه بعينه خالد انت رايت انا ما ادري رايت بعينك بعض الدول تلقى القبر والناس قاعد تتبرك وتمسح في البلاط وتجدع قروش ويا ويلك تقول كلمه طوالك البوش ويشيلونك في السياره السوداء هذه نعمة من نعمة تذكر فايش يا ابو عبد الله تذكر نعمة نعم نعم بلادك تحمي جانب العقيدة لان اعظم شيء في الاسلام وش يا اخوان الركيزة القاعدة الاساسية اللي قبل كل شيء ابو عبد الله وش لو واحد يصلي هو مشرك ما تقول صلاة لان هذه قضية يعني الرسول صلى الله عليه وسلم خاف منها حتى في اخر رمق من حياته صح يا موسى عبد الله قاتل الله اليهود ايش والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد لا تتخذوا قبري لا تتخذوا قبري عيدا كله عشان يصون جانب ايش توحيد جانب العقيدة بل حتى في مقامه صلى الله عليه وسلم وهو نبي وهو سيد الانبياء وهو سيد الناس يقول لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم ولا انما انا ايش انما انا ابن انما انا عبد الله ورسوله انما انا ابن امرأة كانت تاكل قديد في مكة هذه نعمة من الله وجزا الله خادم الحرمين عنك الخير وجزاه عن الإسلام واسمك الخير قول آمين. آمين ثم ندخل في جلساتنا وحلقتنا وهي بعنوان ختامه مسك يا سلام الله الله ختامه إيش مسك ختامه مسك يا سلام طيب اللي بيقول لي إيش هذه الكلمة ختامه مسك نعطيه جائزة يعني قصد معنى الحلقة قصدك ما أدري يا ختامه مسك نهاية البرنامج تقريبا أو شكلها أنا أقول الآن أنا أقول كذا ختامه مسك أجاوب يا شيخ إيه ان هذه أهل عمان أهل عمان مقدمين لا لا شيخ هو يمين لا لا سهل تفضل انت يمين اصغر القوم انت في الكاميرا هم يسار تعزمون على الاجابه خلاص طيب هو لانها اخر اجتماع لنا ما شاء الله ان شاء الله ما يكون اخر اجتماع قولوا ما شاء الله ما شاء الله الاجابه غلط هذا الكلام دور عليه الاجابه غلط انا اقول انا ختامه مسك خلاص شوف حياتك وفي ذلك لا تنافس ما حد عرف ها ابو عبد الله نسمح لك عبد الله تقول نسمح لك يا خالد نسمح لك خالد عنيزي ابو محمد اي والله انت حاط في بالك شيء حاط في بالك نقول اللي في بالك لا لا انا اقول الان ختامه هو مسك اذا سمعتها يعني نجيب لك من القران ما تقدر لا ما حد جاب من القران ما حد جاب ما حد جاب ما حد جاب من القران من اللي جاب لازم نجيب اللي في بالك من اللي جاب من القران ما حد جاب وفي ذلك تلفزيون تلفزيون لا انا اقول ختامه مسك ايه ولا مي ايه ايه ما حد قال انها ايه لا هذا قال لا اقول ختامه مسك ختامه بعد او في ذلك ايش ختامه صح صح ولا مو صح هذه ايه فاحنا نقول يا اخوان ما اجمل ان تكون مجالسنا اخي اذا بغينا يا ابو عبد الله نختم مجلسنا ختامه مسك ايش نسوي دعاء الذكر دعاء كفارة المجلس صح شو كفارة المجلس من يعرف اللهم انت ربي لا اله الا انت سبحان الله سبحان الله شيء في لخبطتك ذبح الاخبار عجل النار ذبح يا اهلا لحق عيون الدخان هذا سيد الاستغفار ان يقول العبد اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني هذا سيد الاستغفار لكن كفات المجلس ارفع صوتك يا كلها اجر يا شيخ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ايوه هذه ختام مسك يكون ختام مسك انتم معي نعم لذلك احنا قلنا الحلقه قلنا الشيخ خالد والشيخ راشد والشيخ حسن انه يصير الشيخ الدكتور خالد انه يصير ختام مسك معكم لان احنا الاحلى الثاني انتهى البرنامج ما نقدر نجيكم انتهينا وما ندري متى نلتقي طيب انا عندي مداخله اذا انتهيت تقديمك بعد ساعه انا عندي مداخله طيب حقيقه انا اقول لمشاهدينا الكرام انا فعلا المره الثانيه بصير احنا المذيعين وانت الضيع انا اعترف اني ما اصلح مذيع الا عند الضروره واذا حلت الضروره ابيحت المحظورات في بعض الاحيان ناصر القامدي ناصر القامدي بالانجليزي يا عبد الله بقلبك اي عبد الله فانت يا عبد الله تفضل ايش تقول؟ انا عشان عندي مداخله تفضل سنفتح الشيخ راشد لا لا اسمع لك المداخله لعدت ما شاء الله تمسك خط لا ابشر ابشر خلاص طيب الحقيقه يا شباب انا عندي يعني مداخله مهمه جدا حقيقه
احنا نشوف النت الهاشتاجات اللي على يعني بدايه صح ولا لا؟ صح. ودي الحقيقه يعني نقف معها وقفه يعني مهمه جدا حقيقه. هذه الوقفه دائما كل انتقاد ياتي انا يعني اقول الناس فيه اصناف، ما بين واحد ناصح يعني مخلص وصادق في النصيحه وما بين حاقد وحاسد. طيب ما هو الفرق بين الاثنين؟ كيف نفرق بين الاثنين؟ دائما حتى خذها مبدا في حياتك. النصيحه في العلن فضيحه، فاللي يبغى ينصحك ينصحك بطريقه سريه اذا كان يبي لك مصلحه يبي لك تعدل سلوكك. اما النصيحه على العلن هذه فضيحه ولا يمكن يراد فيها امور ثانيه. طيب هذه جزء منها، لكن انا ودي برضو يعني تكون حاضره امام الاعين هذه يعني النقطه اللي بذكرها. ما هي؟ الحاسد ما يريدك ان تصلح، يريد ان يقضي عليك. صح. يريد ان يعني يهمشك، يريد ان يلغيك من الوجود فيبعدك نهائيا. المخلص لا، يريد ان يصحح مسارك تبقى. فنعم لتبقى ولتتقوى. فلذلك اللي اقصد انا في هذه الحقيقه المداخله انه اذا جاءت النصيحه من الناصح لابد نستمع له. ما نكابر، عرفت كيف؟ لازم نستمع ونرى الحقيقه ونعرض يعني انفسنا على ماذا يريد هذا الناصح، خاصة نعرفه. مثلا لو مثلا يعني كلمني الشيخ سليمان وينصحني في قضية، حتما سأقف مع نفسي وأنظر ماذا قال لأني أعرف أنه ناصح لي، عرفت كيف؟ لكن واحد مثل ما قال أبو إيش؟ أبو مبارك، أبو مبارك مثلا يمسك في التويتر ويشهر بك ويشرشحك، هذا أبلغ الرد عليه عدم الرد. صمت. أبلغ الرد عدم الرد، لانه هذا ما اراد نصحك ولا اراد اصلاحك، اراد ماذا؟ تشهير فيك، التشهير بك والغائك والقضاء عليك. اي والغائك، ابعادك عن الوجود. يقول لا، نحن يعني اذا كان مثلا مثل هذه القناه الله نفع بها، من ذا الذي ما ساء قط ومن ذا الذي له حسنى الحسنى فقط. كلنا ذلك الخطاء، وخاصه في برامج عفويه. يعني انت على طبيعتك شيء طبيعي ان يكون في اخطاء، لكن نسال هذا السؤال، هل الخطا مقصود؟ لا. إذا كان مقصود ومتعمد نقول لا وقف. أي. وخاصة خطأ غير خطأ السلوكي البسيط، الخطأ الشرعي اللي يخالف الشرع نقول لا وقف. لا تأخذنا في الله لومة لائم. لكن إذا خطأ كان خطأ سلوكي وخطأ بسيط نقول يعني مرجوع، يعني ممكن واحد يصلح. أما إذا كان خطأ غير مقصود وهو في الغالب اللي أنا شاهده يعني أن نتناصح فيما بيننا، يكون فيه النصح ويكون فيه يعني السماع للنصيحة. لا يأتي الشيطان ويغلق باب السماع للناصح المخلص. الشيطان ماذا يفعل؟ عنده يعني أسلوب الخلط. إذا عرف أنك إنسان صالح وإنسان صادق يعمل لك خلط، يقول لا يهمونك هذا، كلهم ترى حاقدين، كلهم حاسدين. هذا الشيطان اللي الشيطان أخسر. ليش؟ حتى يقطع عليك طريق النصيحة. بنقول لا، احنا لازم نفرق، فلتره. نعم فلتره، نفرق بين الناصح المخلص وبين الحاقد الحاسد الذي يريد التشهير ويريد الغائك من الوجود. فيعني جزاكم الله خير. هذه حقيقه يعني ونحن في اخر حلقه ان نعيد، كل واحد يعيد حساباته. حلو. كل واحد يعيد حساباته، ايش اللي يعني تمت مثلا والله نصحب فيها، خذها بعين الجديه وتكون انطلاقه قويه باذن الله سبحانه وتعالى لمرحله يعني قادمه اقوى وافضل، وتقديم يعني برامج افضل باذن الله. حلو. مما يعني تم في المرحله هذه. حلو. وجزاكم الله.